لازم. السبت الموافق 14 يوليو 2018 الساعة 7:30 صباحا بكنيسة السيدة العذراء مريم بمصرة شبرا مصر. تلغرافيا يوحنا وجورج ومينا فيليب 14 ألف شارع خلاط شبرا مصر. الذكرى السنوية الأولى للوالد والمربي الفاضل المعلم عدلي سليمان بكتور سيقام القداس الإلهي على روحه الطاهرة يوم الأربعاء الموافق 18 يوليو 2018 الساعة 8 صباحا بكنيسة السيدة العذراء مريم والقديس يوسف بسموحة الإسكندرية. أحباءك، زوجتك عيدة ميخائيل وأبنائك المستشار ماهر وأستاذ ماجد وأستاذة مجدة والمهندس مرقص وأستاذة مريم عدلي. يمكنكم الآن التنويه عن ذكرى الأربعين أو ذكرى السنوية على شاشة قناة ميساب للتواصل 012-72-814-695 أو 012-72-814-699 أو عن طريق الإيميل advertise@misab.tv أو عن طريق صفحة الفيسبوك ذكرى الصديق باللغة العربية أو الإنجليزية. ووجع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا النشاط شوية، محتاجة تتحرك. هل هي ما بتتحركش، ما بتبذلش مجهود، محتاجة تمشي، تمارس رياضة؟ طبعا ده شيء مهم. هو الطبيعي ان بعد العملية بالعين بعد اسبوع 10 ايام ينزل شغله ويتحرك ويروح ويجي ويسوق عربيته بعد اقل من 10 ايام. ولو ام تعمل شغل البيت عادي خالص وتنفض وتشتغل كل حاجة، العملية بالمنظار.